سريعا نروح للاستاذ علي شحاته ونطمن على اخبار نادي الزمالك. استاذ علي شحاته، اخبارك ايه؟ الحمد لله. استاذ احمد تحياتي لك وكل متابعينك. يعني الاول انا بقول لاستاذ علي شحاته الف مليون سلامه عليك، وعكه صحيه سريعه، لكن الحمد لله على السلامه وربنا يشفيك ويعافيك دايما. اللهم امين يا رب. الله يسلمك استاذ احمد، شكرا جدا على سؤالك وعلى كل المتابعين اللي بيسالوا وبيطمنوا. شكرا جدا والله، انا يعني مش عارف اقول ايه والله. لا لا، ده حاجه بسيطه، انت انسان محترم وتستاهل كل خير. يلا اخبار نادي الزمالك. طيب في البدايه، احنا اخبار نادي الزمالك كان الحارس الابرز طبعا من قائمه الكابتن، من قائمه الكابتن احمد سليمان، وبعد اللي حصل امبارح في النادي، بخصوص اللي هو بعد اعلان المؤتمر، الناس حضرت المؤتمر وخلصت كل حاجه، العاملين في النادي قطعوا الكهرباء عن مؤتمر نادي الزمالك، ولولا لانه يعني فرحه المنتخب امبارح والناس انشغلت في المنتخب، كان الموضوع ده هياخد زخم اكبر، لانه اول مره تحصل حاجه مشينه، حاجه مهينه، يعني ما ينفعش تحصل في نادي الزمالك، النادي اللي ليه اكتر من 100 سنه، 100 ولا في أي نادي بصراحة، ولا في أي نادي. ولا في اي نادي والله، ولا حتى درجه ثالثه، يعني الكلام ده ما ينفعش يحصل، حتى ولا حتى في وسط الجمهوريه الجديده، وسط بلدنا اللي بتشوف فيها يعني كل مظاهر الديمقراطيه والحريه والانتخابات اللي بتجرى على كافه الاصعده، وكل انتخابات الانديه خلصت ما عدا انتخابات نادي الزمالك. امبارح بنشوف حادثه غريبه جدا، انه المسؤولين عن النادي في نادي الزمالك بيقطعوا الكهرباء عن المرشحين من القائمه الثانيه. طبعا كان رد الفعل سريع جدا من جانب قائمه الكابتن احمد سليمان، ان هم توجهوا للجهه الاداريه مباشره، بس ده كله بعد ما صوروا اللي حصل لايف على الهواء من خلال بعض الزملاء. احنا امبارح يعني اتمنعنا من دخول النادي يا استاذ احمد، كلنا كصحفيين، دخل بعض الزملاء بس من الاعلاميين بس كانوا بيتابعونا بكل اللي حصل. وزير الشباب والرياضه اجتمع مع بعض المستشارين من في الساعات اللي فاتت دي استاذ احمد، اجتمع مع المستشارين اللي هيديروا انتخابات نادي الزمالك، وقال لهم لازم تكون في لجنه، لان احنا طلبنا من رئيس النادي ان هو ما يضايقش المرشحين ويسمح لهم بالتواجد جوه النادي لعرض برامجهم الانتخابيه. فالوزير طلب ان تكون في لجنه، يعني ان هي تدير الاسبوع اللي جاي دوت من الانتخابات قبل مرحله الصمت الانتخابي، وبالفعل ممكن خلال الساعات اللي جايه نشوف لجنه بتدير انتخابات نادي الزمالك، لجنه كل هدفها او يعني الدور اللي هتقوم بيه اللي تدير العمليه الانتخابيه بشكل سليم، تسمح لكل المرشحين ان هم يتواصلوا مع اعضاء الجمعيه العموميه بشكل يعني ما خلناش نشوف اللي حصل امبارح ده تاني او يتكرر في الحاجات اللي ممكن تتكرر، لانه كل الناس زي ما بقول لحضرتك كده، الاداره اللي بتدير نادي الزمالك حاليا يعني مجهزه كل خطط بديله لاي حركه او اي نشاط للقوائم الانتخابيه او المرشحين اللي هم عددهم 70 او 9 او 69 مرشح، فمجهزه لهم خطط بديله ازاي يضايقوهم بشكل معين، فعلشان كده هتكون في لجنه خلال الساعات اللي جايه تدير انتخابات نادي الزمالك. تمام. عايز اقول لحضرتك كمان انه دلوقتي بس وانا بتكلم مع حضرتك، رئيس نادي الزمالك طالع على قناه الحدث مع الاستاذ شريف جمعه. انا الصراحه مستغرب الظهور دوت، وخصوصا مع برنامج شريف جمعه، مع كامل احترامي ليه، يعني اللي هو فضل فتره جامده جدا، يعني كان من احد النقاد، يعني بينقد جدا كل تصرفات مجلس الاستاذ مصطفى منصور من في ولايته الثانيه لنادي الزمالك. النهارده طالع معاه الراجل، انا في بعض الصور كده ممكن ابعتها لحضرتك كمان، انه جايب شنطه ورق، يعني شنطه سفر بس مليانه ورق كالعاده، يعني كل انا اعتقد استاذ عبد الناصر مش هيعدي الموضوع ده اكيد، يعني انا عارف هيبقى فيه يعني ينتظروا الاستاذ عبد الناصر زيدان وردود افعال قويه جدا عن هذا الموضوع كمان مع الاستاذ علي شحاته. بذاكر اللي هيقوله، بس هو كان يعني في وقت اللي حضرتك بتكلمني فيه دوت، هو كان لسه طالع ملوش فتره بسيطه، انا اخلص معاك على طول علشان تلحق تكمل مذاكرتك، لان اكيد هيبقى في مداخله تاني مع الاستاذ عبد الناصر زيدان يعني. فبس فالموضوع احنا دلوقتي هنروح لاخبار الكوره، طيب علشان الموضوع دوت لسه هنذاكره. اخبار الكوره، نادي الزمالك بيواصل تدريباته عشان استعداد لمباراه بيترو اتلتيكو. الزمالك استعاد النهارده طارق حامد، شارك في تدريبات الجمعيه بعد العوده من الاصابه، كمان استرجع ايمن حفني اللي كان مصاب في بكازمه في الركبه، وكمان حازم امام، اغلب اللعيبه رجعت. امير مرتضى منصور يعني اجتمع مع شيكابالا النهارده لمده اكثر من ساعه ونص عشان يخلص موضوع العقد بتاعه، وبالفعل هيكون في عقد ملحق لشيكابالا، ويوسف ابراهيم اوباما هيكون في اتحاد الكوره. الزمالك هنى بالامس فرق المنتخب الوطني للصعود النهائي لمقابله السنغال. كمان عندنا هنا ورقه بس اللي بيسأل، مباراه الاهلي الساعه كام؟ مباراه الاهلي بكره او النهارده بقى السبت 6:30 بتوقيت القاهره. اتفضل يا طيب. فندم.
الكلام بقى على التعاقدات، الزمالك ما فتحش تعاقدات مع اي من اللعيبه، الزمالك بيحاول يحافظ على السكواد اللي موجود حاليا بالتجديد لبعض العناصر المهمه. الزمالك فتح كلام في التجديد مع طارق حامد بعد ما قدم استحقاقاته، مع رزاق سيسي، مع محمد ونجم، مع بعض اللعيبه اللي، وكمان محمد ابو جبل بعد العوده ان شاء الله من بس المنتخب ان شاء الله وبالفوز بكاس افريقيا. الزمالك فتح المجال مع الجميع يا استاذ احمد للتجديد لكل اللعيبه دي. طيب في كلام عن موضوع النيجيري جونيور اجاي، هل الزمالك بيتكلم معاه؟ الكلام ده غير صحيح بالمره، وانا كلمت حد قريب من جونيور اجاي نفسه قال لي لا ما حدش كلمني من نادي الزمالك، هو كل اللي بنشوفه او بنسمعه عبر وسائل الاعلام، عشان في ناس كتير جدا اتكلمت انه كارتيرون طلب ضم جونيور اجاي. دي كانت كل اخبار الكوره النهارده في نادي الزمالك. الحديث اكتر عن الانتخابات هيكون مع الاستاذ عبد الناصر زيدان ان شاء الله. يعني هننتظر هذا الحديث بفارغ الصبر. يعني بشكرك يا استاذ علي على وجودك معانا، نورتنا وشرفتنا، الحمد لله على السلامه. تحياتي حضرتك، الله يسلمك، ربنا يخليك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني انا بشكر الاستاذ علي شحاته على هذه التغطيه.